لها تونس تحتاج ميا جريبي هكا عنوان سرحان الشيخاوي في فقره على وجه الفضل. واخترنا اليوم محمد أنه نحكيه على المناضله الراحله ميا جريبي في الذكرى الرابعه لرحيلها تقريبا اغلب الناس تعرف ميا جريبي لكن اللي ما يعرفش ميا جريبي جيدا هي ولدت في 29 جانفي في 1960. وتوفيت في 19 مايو 2018 مايا جذريبي توفيت عمرها 58 سنه 58 سنه موش عمر كبير برشا بالنسبه للميا لل... جذريبي اللي قدمت في على امتداد السنوات هذه تقريبا عملت كل شيء ميا جذريبي ميا جذريبي اللي كانت في ايام الجامعه نتاعها في صفاقس كانت ناشطه حقوقيه وبعد بعد ميا جذريبي انتقلت مباشره الى العمل السياسي أسست بالاشتراك مع أحمد نجيب الشابي حزب التجمع الاشتراكي التقدمي تم تأسيس الحزب هذا في 1983 الحزب هذا اللي من بعد تم تسميته بالحزب الديمقراطي التقدمي في 2006 وقع انتخاب ما يجري بأمينة عام للحزب أمينة عام للحزب هذا وكانت أول أمينة عامة وأول شخصية نسوية تقود حزب سياسي في تونس في سبتمبر 2007 كانت من أهم المحطات اللي تحكي فيهم على ما يجري بوقت اللي نفذت إضراب جوع مع أحمد نجيب الشابي على خلفية محاولة إخراجهم من مقر البي دي بي في الوقت ذاك تقريبا برشا ناس يعرفوا المقر هذا المشكلات اللي صارت عليه ومحاوله التضييق على البي دي بي في الوقت هذاك وكان جي بشبي ما يجدر انه محاوله اخراجهم من المقر هذاك هي على خلفيه سياسيه وكان ثم حتى قضيه في المحاكم التونسيه آه بعد فتره آه بن علي قاده آه ما يجريبي الحزب هذا الحصول على 16 مقعد في البرلمان الحزب اللي اسس الكتله الديمقراطيه واللي يحب يتعلم اصول المعارضه وادوات المعارضه يرجع لفتره عمل الكتله الديمقراطيه من 2012 الى غايه 2014 تو شوفوا المعارضه كيفاش كانت تشتغل بالضبط يعني ما يجري بي كانت مناضله شرسه ضد بن علي ضد التجمع الدستوري الديمقراطي لكن في 2011 في اواخر سنه 2011 ما يجري كانت رافضه الاقصاء التجمعي من الترشح للانتخابات التشريعيه وكانت تعتبر انه عمليه الاقصاء هي عمليه عقاب جماعي ضد مبادئها وضد اخلاقها وضد المسائل اللي تؤمن بها وكانت تدفع في سياق العداله الانتقاليه اللي كانت ترى ما يجري بانها السبيل الوحيد لاخراج تونس من الفتره هذيك في نوفمبر 2011 من أكثر المحطات شخصيا يمكن اللي شدتني في نوفمبر 2011 وقت اللي ترشحت ما بلي لرئاسة المجلس الوطني التأسيسي وقتها تحصلت على 68 صوت فقط مقابل 145 لمصطفى بن جعفر ما جدريبي قدمت خطاب ممتاز في المجلس الوطني التأسيسي نجموا نرجعوا له توانسه الكل موجود خطاب بناء في المستوى السياسي ومستوى الخطاب السياسي نجموا نبنيوا عليه برشا ما يتحدث على التعددية وعلى التجميع وعلى الديمقراطية وأدوات ترسيخ الديمقراطية وقالت نحن رانا في الخطوة الأولى لبناء الديمقراطية في تونس ورانا باش نعملوا كل شيء لتركيز نموذج ديمقراطي في تونس ما كانت شخصية لافتة في المجلس الوطني التأسيسي بسلوكها بخطابها السياسي اللي كان مبني على الأخلاق على الالتزام على عدم التجريح في الأشخاص كانت معارضة شرسة للترويكا الحاكمة لكنها نموذج لأخلقة العمل السياسي ما كانتش معناها تعتمد المنطق الاتهامي ومنطق الترذيب اللي نشوفه فيه تو في الحياة السياسية مية وفاة بعد صراع طويل مع المرض واللي قدمته لتونس هو حاجة كبيرة برشا لكن للأسف الشديد تونس ما رجعت لها حتى شيء تقريبا باستثناء ساحة سميت باسم مية جذريبي بعد تقريبا افتتاح أو تدشين الساحة هذه تم إهمالها تماما ما بي ما تمش تكريمها في حياتها وما المكانه اللي تستحقها في حياتها وايضا حتى بعد ما مات ميا بي ما خذاتش المكانه اللي تستحق تستحقها كشخصيه نسويه مناضله كيما العديد من الشخصيات النسويه المناضله في تونس اللي مازالوا معنا تو كيما برشا شخصيات راضيه النصراوي ربي يشفيها بشرى بالحاجه حميده سعيده قراش وغيرهم الكثير من الشخصيات النسويه المناضله اللي الدوله التونسيه ما تتعاملش معاهم ب كما لازمها تتعامل نتمنى أنه الدولة التونسية تستفيق وتكرم الشخصيات النسوية اللي مازالوا معانا وتعيد الاعتبار للشخصيات النسوية اللي ناضلوا في ملف الحقوق والحريات في الملفات السياسية في الملفات الديمقراطية نتمنى ان الدولة التونسية تعيد بناء الشخصيات هذه في المخيال التونسي لأنهم أيقونات سياسية وأنهم جزء كبير من تاريخنا ما نجموش نتخلي عليهم محمد. ألف رحمة على روح مايا الجريبي فعلا هي أيقونة تونسية كما عنوان زميلنا رشيد خشينا في كتابه حول المرحومة مايا الجريبي وما أحوجنا لسياسيات ولسياسيين من طينة ما يجري بي ما ننساوش ما يجري بعد المسيره النضاليه هذه وهي كانت سياسيه محترفه باتم معنى الكلمه ومناضله باتم معنى الكلمه ومراه على اخلاق عاليه جدا ومراه عميقه ومراه متكونه مليح ما جاتش بالصدفه كما بعض السياسيين وبعض الوزراء وبعض رؤساء الحكومات اللي ما نعرفوش عليهم كيفاش اصبحوا كيفاش اصبحوا يعني في صداره المشهد السياسي وفي صداره مؤسسات الدوله أنا نتذكر كلمة قلتها مرة سألت الأستاذة نجيها نزيها رجيبة عفوا قلت لها مدام نزيها علاش ما ترشحش في الانتخابات قلت يا محمد يا ولدي راهي ما يجريبي شعب التونسي آه. ما صوت ليش في انتخابات 14 وخسرت انتخابات فما بالك أم زياد يعني تخيلوا أنه شعب التونسي قلت أنت توانسة يعرفوا ما يجريبي توانسة ما يعرفوش للأسف يا سرحان يجب تنسيب الأمور والشعب الذي يصوت للفاسدين وللمجرمين وللكناطرية وللتفه ولكنه لا يصوت لما يجريبي آه يعني ما نحبش نقول ربما نستعمل الفاظ غير مناسبه ولكن هذا فما مشكل لدى الوعي السياسي عند التوانسه آه لكن كما قلت انت مايا من الناس اللي ما يموتوش وتو يجي يوم ويتردلها لها الاعتبار لانه يعني ما يجري باكبر من انه تم تلخيصها في اسم نهج او شارع او ساحه ما يجري بقصه نضال وايقونه تونسيه آه لا تقل اهميه نضالاتها وتميزها على النجاحات اللي تعمل فيهم اليوم اون آه جابر والا اللي آه خلفوهم برشا مناضلين يسرا فراو من الشخصيات النسائيه اللي طبعت الحياه العامه في آه تونس ربي يرحمها وكما قلنا ما احوجنا لامثال آه ما يجري بي خاصه على مستوى الحكمه والاخلاق والعقلانيه والمستوى الراقي في العمل السياسي. حسينا عيادي في فقرة على وجه الفضل يعنون اليوم الدستور والشعبوية الدستور والشعبوية قد يسمع البعض هذه الكلمتين فيتساءل شنو سياق وقت البلاد كلها عايشة على أزمات وعايشة في منطقة صراع محموم صراع الكل ضد الكل صراع ما بين عرفت حتى السلطة في داخل بعضها كل شيء داخل في عركة ومعروك وزيد القمح زيد الماء زيد دقيقة عفوا وقت المشهد عرفت أزمة اقتصادية خانقة أزمة اجتماعية وانفجار اجتماعي موشك وأزمة سياسية رهيبة وزيد عمليات التخوين والتبادل والتخوين المشترك هذا الكل يطرح سؤال التالي أي دستور سيكتبه التونسيو أو سيكت سعيد بلا صح واللجنة التي سيكلفها في ظل مناخ مسموم مناخ غير صالح مش لكتابة الدستور إنما لكتابة فقرة ترحيبية بأي شخص نجم يدخل بر دستور دينا نتسائلوا على الملامح على هويته على اشكاله نجم <applause> نعطيك عينه من الملامح اللي قد يبشر بها ما كتبه امين محفوظ في حق التنقل وممارسه الشعائر الدينيه من حقوق الانسان يقول الحق في التنقل وفي ممارسه الشعائر الدينيه من حقوق الانسان من حق كل تونسي وتونسيه حامله أو حاملة للجنسية أو أجبرت أو أجبر على التخلي عنها لأي سبب كان زيارة موطنه ومسقط رأسه وممارسة الشعائر الدينية هذه التدوينة التي تشبه لحد ما فصلا سيقترح في الدستور القادم تكشف للأسف الشديد الصراع أو خلينا نقوله بالتونسي حالة العفن اللي نحن فيها فصل يقترح والنقاش الذي فتح من اجله كان نقاش قائم على التخوين هذا يخون ذاك وهذا يخون هذا علاش؟ على انه تزامن مع زياره الغريبه زياره او العملية الزياره اللي يقوم بها اصحاب الديانه اليهوديه التوانسه من حمله الديانه اليهوديه لجربه الغريبه للتبرك كما نحن نزور الوليه عند بعض المسلمين كما هم يزوروا امراه اللي ما يعرفش القصه ينجم يرجع يعرفها منيح امراه تعلق بها عرفت تعركت عليها اصحاب ديانتين المسلمين واليهود يتعاركوا على هي لشكون في الاخر انتهت الى صالح اليهود بحكم العوامل التاريخيه وما اليه هذا السياقات اللي نحن عايشين فيها كشفت لنا انه اليوم اي نقاش لاي فصل دستوري ممكن مهما كانت جوته ونبله واهميته لن تكون الا وقودا لمعركه سياسيه كامله بمعنى اي فصل او اي مقترح او اي عمليه تفكير في دستور ينظم حياه التونسيين القادمه يسوق العقد الاجتماعي ما بيناتهم سيكون شراره معارك جديده هذا يطرح السؤال التالي عشنا نعملوا به الدستور اذا كان كل فصل من فصوله الممكنه باش تولي ساحه حرب ساحه حرب قبل 25 جويله وساحه حرب بعد 25 جويله بعد 25 جويله والقصد مش 25 جويله اللي خذاها رئيس السلطه 25 جويله الذي فرض كموعد للاستفتاء على الدستور بما معناه أن هو الدستور اللي قادر يعيش في ظل رفض جزء كبير من الشارع عليه أو في ظل كونه أصبح عنصر من عناصر تفتيت الشارع التونسي هذا يدفعنا لمساءلة رئيس الجمهورية والناس المحيطة به أنتم تكتبون دستورا لمن؟ ليكم ولا للتوانسه إذا كان لكم أقصدوا ربي اكتبوا كما تحبوا عدوه وصيغوه واصنعوا جوكم فما محطات جايه، فما مواعيد قادمه سيتم الغاء الدستور، اما اذا كان تكتبوا فيه للتوانسه فانه اول الاشياء قبل فتح هذا النقاش حول هذا الدستور هو تنقيه المناخ السياسي انهاء حاله دامت من 2019 وتعزت في 25 جويل 2021 حاله التخوين الشحن الحشد واللي اصبح عنده حزب لازم تنتهي يلزم عملية تهيئة المناخ لاستقرار باش نناقشوا المسائل بشكل عقلاني يا محمد ونبداو نختم إضاعة الوقت في إذكاء صراعات هنشوفنا شفنا نتائجها أزمة اقتصادية عجزنا على أنه نلتفتولها لها ونعالجوها وأصبحت أهم منجزاتنا هو أنه نخلص شهاري الخدم يظهر لي هكا ظهر بهموفاء. بهم وفا. الشعب يريد وإرادة الشعب انتهت ولابد من البحث عن عقلنة العملية السياسية من الجميع معارضة وحكم وعليه أي دستور يكتب في هذه الصياغات السياق الحالي هو دستور سيزول بعد أسابيع وأشهر وليس دستور للتونسيين يصمد ويتطور ويطورهم معه واختم قولي هذا وأسأل الله لي ولكم حسن الخاتم شكرا لك حسان العيادي يا خوفي وأنه ينسحب عليك وعلى دعواتك ونداءاتك هذه قول الشاعر سمعت لو ناديت حي نحن هنا ندق كان طلع حي خويا بارك الله فيه كان صم اذنيه ورفض يسمع وقعد يسمع في خيالات و يعجبك في التاريخ يعاقب التاريخ يعاقب في لكن التاريخ زاد فيه في وقت الزمن راه ثمين يا حسين فما قلة وعي عند النخب السياسية والمسؤولين في الدولة التونسية في ال 11 عام هذوما بمسألة الزمن عام راهو راهو راه الساعة والنهار والشهر في عمر الشعوب وفي توقيت الدولة زمن الدولة وزمن التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية للدولة والرهانات الخارجية مش الزمان نتاعي ونتاعك حسان يعني العيد مش نحن... زمن نتاع اضغاث احلام ونتاع فونتازمات سياسيه واشياء من هذا القبيل تذكرك محمد انه عنا عام كامل نعيط ونصيح ويهديكم ربي روقتكم وقتكم ووقت الدوله مانيش مزروبين وقعدوا العود في عقلنا آه. يا العود عنا عاد عرفنا نظريه تقعيد العود هو تقعيد العود عرفت هذاك <applause> في حفله نحن مش في حفله يا محمد نحن في وضع كارثه سطر ربي نحن... ربي يسترنا من الكارثه ان شاء الله على كل حال مازلنا مواصلين في برنامج هنا تونس فاصل قصير وبعد شويه التحق بنا زميلة ابتسام مشويخة في فقرة ريتروفيزور